مواضيع واحداث عديده شهدها هذا الاسبوع نتناول ابرزها ونبدا من الغليان الاجتماعي الذي عاشته مصر قبيل استقاله الحكومه المصريه الاستقاله اربكت المشهد السياسي واتت في وقت حساس قبل انتخابات الرئاسه في حين يؤكد خبراء اقتصاديون ان احتجاجات العمال بسبب قرار الحد الادنى للاجور احرجت الحكومه فاخرجتها بما طالب العمال ولماذا لم تشمل الزيادات موظفي القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام المحطة الثانية من أوكرانيا التي دخلت مرحلة حرجة، الكل يترقب ما الذي ستؤول إليه الأمور، وهل تنوي روسيا التدخل عسكريا بعد تحريك أسطولها العسكري؟ تقول زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو التي أطلق سراحها الأسبوع الماضي أنها تتواصل مع روسيا علما أن مسؤولا روسيا أكد أن ترشيح هذه المرأة لرئاسة الحكومة قد يساعد في استقرار أوكرانيا، من هي يوليا تيموشينكو وماذا تريد؟ I don't know. محطتنا الثالثة نسائية أيضا من تونس بالرغم من عدم تحديد موعد بعد للانتخابات الرئاسية ها هي السيدة آمنة منصور الجروي رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء تعلن, عن تعلن ترشحها رسميا للرئاسة لتكون بذلك أول امرأة في تاريخ تونس تنافس لمنصب الرئاسة ما برنامجها وما القاعدة الشعبية لحزبها هي معنا لتحدثنا أكثر عن ذلك واخيرا عمليه فرار ثلاثه سجناء من سجن رومي في لبنان مؤخرا تعيد تسليط الضوء على الاوضاع داخل السجن لماذا فشلت الحكومات المتعاقبه في معالجتها ولماذا تبدو الدوله كما يقف موقف المتفرج اهلا بكم الى العد العكسي أسور فقط كان عمر الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي كثرت التفسيرات والتحليلات لأسباب استقالتها ولكن ما يجمع عليه كثيرون أن تردي الوضع المعيشي والحد الأدنى للأجور وارتفاع عدد العاطلين عن العمل والتضخم كلها عوامل اعادت المحتجين الى الشارع ما عجل باستقاله الحكومه. يقول خبراء اقتصاد ان الازمات التي واجهت حكومه الببلاوي هي ذاتها التي ستواجه الحكومه المقبله وهي ذاتها ايضا التي واجهتها الحكومات السابقه فالبطاله ارتفعت بنسبه مرعبه حسب هؤلاء في فتره ما بعد الثورات والتضخم لم يعد له حلول في ظل سياسات حكوميه فشلت تماما في السيطره على الاسعار. يرى الدكتور صلاح جوده المستشار الاقتصادي للمفوضيه الاوروبيه الدوليه ان قرار الاستقاله جاء في وقته فاداء الحكومه كان مترديا ولم يلبي مطالب الشعب المصري وهي اقتصاديه بنسبه 85% حسب رايه مشيرا الى ان حكومه الببلاوي لم تفي بالوعود ولم تنفذ القرارات ومنها القرار المتعلق بالحد الادنى للاجور المقرر تنفيذه في يناير الماضي واكد جوده ان معظم وزراء هذه الحكومه يجب يجب أن يختفوا عن الأنظار وهنا نسأل لماذا لم تستطع الحكومة تلبية متطلبات الشعب ما الذي طالب به العمال أصلاً غير تحسين أوضاعهم وتطبيق الحد الأدنى لأجورهم هل كان هذا مستحيلاً؟ بمناقشة هذا الموضوع معنا من القاهرة دكتور نور ندى مستشار وزير القوى العاملة والهجرة وهو دكتور في الاقتصاد في أكاديمية السادات أهلا بك دكتور نور هل تعتقد أن السبب الرئيسي لاستقالة حكومة الببلاوي كان بالفعل الاحتجاجات العمالية التي عمت المحافظات المصرية مؤخرا صحيح لعب لعبة الاضرابات العمالية دور اساسي في استقاله هذه الحكومه ولكن ليس رغبه من الحركه العماليه فقط بالحصول على الحد الادنى للاجور او المطالبه ببعض المطالب العماليه ولكن عمال مصر لهم رؤيه في الاداره الاقتصاديه للبلد التي فشلت حكومه حازم البلاوي ان تدير البلد بشكل يحقق اهداف الشعب المصري في العيش والحريه والكرامه الانسانيه م. لما نيجي نبص أن عمال الغزل والنسيج على سبيل المثال حجم الإنتاج التام داخل مصانع الغزل والنسيج بيبلغ حوالي 70 مليار جنيه مصري الحكومة المصرية بتحاول إنها تبيعه ب 50% من ثمنه ومفيش مشتري ده معناه إيه؟ معناه إن العمال أنتجوا لكن سياسات التسويق فشلت على إنها تسوق منتجات العمال معناها أن سياسات التشغيل بشكل أساسي ما قدمتش بدائل تقدر إنها تحقق ارباح حقيقيه لهذه الشركات وبالتالي ترفع من دخول ومستوى معيشه عمال هذه القطاعات مم. طيب يفترض الخطير بالحكومه العمال تفضل ما الخطير في هذه الاضرابات الخطير الخطير في هذه الاضرابات حاجتين الحاجه الاولانيه ان العمال بيطرحوا رؤيه اقتصاديه مم. تحقق اهداف ثوره 25 يناير وبالتالي هي مقدمه ل موجة ثورية أعتقد أنها تكون الأعنف في تاريخ السياسي المصري الحاجة الثانية أن هذه الإضرابات شهدت ولأول مرة إضرابات تضامنية من عمال في مصانع أخرى وده في الحقيقة إدى نضج لهذه الإضرابات آخر حاجة أن هذه الإضرابات للأسف الشديد غير منظمة 90% من مراكز الإنتاج والشركات والمصانع في مصر الحركة العمرية ملهاش نقابات وبالتالي احنا أمام مجموعة من الإضرابات العشوائية التي لا نستطيع أن نديرها ولا نستطيع ان نتحكم وهذه بحد ذاتها مشكله جوهريه واساسيه لماذا كل هؤلاء العمال لا ينضوون تحت نقابه مشكله اداريه ربما صحيح. من مسؤوليات اي حكومه إن كانت الحكومات السابقه او هذه الحكومه صحيح. او الحكومه المقبله اسمح لي ان اتوقف مع ما قاله زملائك بالاقتصاد عن اسباب هذه الاستقاله ولك الحق بان توافقهم او تعارضهم الراي ثمانية أسباب حسب خبراء اقتصاد دفعت إلى استقالة الحكومة ارتفاع معدلات البطالة أكثر من ثلاثة مليون عاطل عن العمل بمصر ارتفاع التضخم 10% تقريبا للعام الجاري استمرار أزمة الطاقة إغلاق 25% من مصانع الإسمنت والحديد ارتفاع عجز الموازنة انخفاض احتياطي النقد استمرار العجز في ميزان المدفوعات توقف السياحة طبعا بسبب التفجيرات والوضع الأمني المتردي وعودة الاحتجاجات الفئوية إلى الشارع بالإجمال كلها تقريبا عوامل اقتصادية لا دخل لأي امر سياسي او شق سياسي بالموضوع كل هذه العوامل انا بتفق معها وبضيف ليها ان الاقتصاد المصري بيعمل بطاقه 20 او 30% من طاقته الفعليه معنى كده ان احنا عندنا من 70 ل 60% طاقه معطله المسؤول عن ذلك هي الاداره السياسيه وانا بقول ان هذه الاداره السياسيه اللي حكومه حازم ببلاوي فشلت في اداره الاقتصاد المصري الكارثه والمصيبه في الوزاره الجديده وزاره المهندس محلب ابراهيم محلب الوزاره الجديده بتعكس لي تحالف ما بين رجال الاعمال سيء السمعة وما بين الجهاز البيروقراطي المصري الذي يتميز بالفشل والضعف وفي معظمه استطيع ان اقول ان الفساد اصبح سمه اساسيه من سمات اداء هذا نعم. الجهاز. مم. وهذه مشكله لانه مم. يعني بعض العمال تنفس تنفس الصعداء عندما استقالت حكومه الببلاوي على امل ان تاتي خير منها، اذا كانت الامور كما تقول تفضلت حضرتك يعني هذه مشكله وهناك بالفعل من تحدث دكتور عن ثوره جياع مقبله في مصر، هذا ما اشرت اليه قبل قليل، هل نتوقع ذلك بالفعل؟ صحيح. صحيح، نحن 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 يعني انطلاقا من يعني عنوان برنامجكم العد العكسي نحن احنا في الحقيقة بدأنا أعتقد أن هناك عد عكسي لثورة اجتماعية بيكون وقودها الرئيسي العمال والفلاحين والموظفين م. لأن بعد ثورة 25 يناير نستطيع أن نقول وبقلب ثابت أن أحوال الفقراء قد ازدادت فقرا وأن هناك شريحة من المصريين يزدادون غنى وفي ذلك تناقض صريح لأهداف الثورة التي قام بها شعب مصر في م. 25 يناير ونقطة الثانية في 30 يونيو. م. وهذه مفارقة في الواقع، طيب ما المشروعات؟ يعني إذا تحدثنا بشكل عملي أكثر، أقرب إلى فهم المواطن العادي، ما المشروعات التي يفترض م. بالحكومة المصرية الجديدة أن تقوم بها ليشعر المواطن أن هناك بالفعل تحسن بأوضاعه الحياتية والمعيشية بشكل ملموس؟ ده سؤال مهم. الحكومة الماضية اشتغلت بدون مشروع قومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي العمال ما عرفوش مكاسبهم إمتى وإزاي؟ اه أنا بقول إن المخرج المخرج الحقيقي لمصر من هذه الأزمة هو أن يكون هناك مشروع قومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي صور سؤال هنجيب تمويل منين؟ أنا تقديري الشخصي أن مدخرات المصريين في البنوك الآن بتبلغ حوالي تريليون و2 من عشرة جنيه مصري مستخدم منهم داخل القطاع المصرفي حوالي 40% معنى كده ان احنا عندنا حوالي 60% من المدخرات وده رقم ضخم مقارنه بالتريليون والأثنين 2 من عشرة غير مستغله او او بيتم استخدامها وتضخ في النظام المصرفي العالمي الاقتصاد المصري يمتلك من الامكانيات وانا اعتقد ان الحكومه الببلاوي والحكومة الحالية من الحكومات المحظوظة في التاريخ المصري لأن أتيح لها مصادر تمويل لم تتح لأي حكومة منذ عهد الملك فاروق إلى الآن. <applause> نحن أمام حكومة تمتلك موارد مالية واقتصادية ضخمة وتمتلك شبه رضا شعبي وصبر شعبي لم تتمتع به أي حكومة سابقة ولكن هذه الحكومة لم تقدم شيء بالعكس قدمت حاله من حالات التراجع الاجتماعي والسياسي وانها ما اشتغلتش لحساب الطبقات او الشرائح الاجتماعيه التي قامت بالثوره في في مجيكا ولكن غير مفهومه تانية. تماما يعني هذه هناك النقطه دكتور بسؤال بسيط لماذا م. لم تدر هذه المساله بعقل اقتصادي بالدرجة <applause> الاولى ما دامت مطالب الشعب والشارع والعمال بمعظمها اقتصاديه حتى مساله يعني قرار رفع الحد الادنى للاجور يرى كثيرون انه كان خاطئا لانها لم تدرس الموازنة أو الميزانية في 14% هو رقم قياسي بعجز الميزانية وأخذت قرار برفع الحد الأدنى للأجور من دون أن تأخذ هذا هذه هذا العجز بعين الاعتبار سؤال مهم يتحدثون عن الحد الأدنى مش كده ويقولون أن الحد الأدنى مفيش موارد في الموازنة تموله ولكن لم أسمع أحد يتحدث عن عجز الحكومة في تطبيق الحد الأقصى للدخول لأن الحد الأقصى أصحاب الحد الأقصى للدخول هم مسيطرين على الحكم الآن في مصر ولكن هم ينظرون إلى الحد الأدنى اللي هو 1200 جنيه مصري اللي هو يدوبك تعيش أسرة بالكاد أنا تقديري أن مثل هذه المقولات التي تتحدث عن وتحمل قرار الحد الادنى المسؤوليه في تغيير الحكومه انا اعتقد انها مقولات من اتجاه اجتماعي معادي لثوره الشعب المصري في 25 يناير واعتقد انها مقولات من مجموعه متحالفه مع الراسماليه المصريه او رجال الاعمال المصريين سيئي السمعه والقطاع الفاسد في اداره الدوله المصريه مم. هذا بالاضافه الى ان الحد الادنى للاجور استثنى القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام وفقط انحصر بالقطاع هو مش الحكومي استثنى. لا هو مش اس... هو ما استثناش هو اتاخد للقطاع الحكومي ثم دخلنا في حوار مجتمعي مم. مع القطاع الخاص ها لتطبيق الحد الادنى للاجور ولكن القطاع الخاص ورجال الاعمال هم من الذكاء تماما وينتظرون الفرصة للانقضاض على هذه الثورة وعلى مطالب الشعب المصري وهم لن يسمحوا برفع الحد الأدنى بدواعي اقتصادية أعتقد وهي يعني بيقارنوا مثلا ما بين أجر العامل المصري وأجر العامل في بنجلاديش وبيقولوا إزاي هنقدر ننافس بالصناعة بتاعتنا طب ما تقارنوا اجر العامل المصري بالعامل في تونس، بالعامل في ايطاليا، بالعامل في انجلترا، ليه نقارن اجر عمالنا بعلاقات عمل فيها سخره؟ يعني هل هل احنا هنصدر بضائعنا بدم عمالنا؟ هل هنصدر بضائعنا في ظل علاقات سخره ولا بنتكلم عن علاقات عمل متوازنة وعادلة وتحقق الكفاية والعدل وتحقق حقوق العمال اللي نضلوا من خلالها أنا أعتقد أن ده دي نقطة وفيصل مهم جدا وعشان كده ما طلى رجال الأعمال وما طلت وما طلى القطاع الأعمال اللي أساسا بيقوده وزير الاستثمار السابق ما طلوا في تطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص وعلى قطاع الأعمال ظنا منهم ان العجله سوف تعود الى الوراء وسوف يتمتعون بنفس المكاسب طيب. التي حققوها في فتره حكم نظام حسن مبارك طيب انا اسالك سؤال من شقين دكتور لو سمحت انتم ماذا فعلتم بالنهايه تمثلون فضل. بشكل او باخر العمال حضرتك مستشار وزير القوى العامله والهجره وثانيا وزير القوى العامله السابق السيد اسماعيل فهمي يتوجه م. للعمال بالقول كان الاولى عرض مطالبكم في الوقت المناسب احنا بنضيع بلدنا بايدينا يعني وكانه لي أليس هذا الوقت المناسب للخروج إلى الشارع بهذه المطالب؟ وزير وزير القوى العاملة السابق هو المناضل كمال أبو عيطة إسماعيل فهمي وزير الخارجية آه،, آه. آه. وزير القوى العاملة آه،, آه. ولا آه. آه. وزير القوى العاملة هنا يتحدث عن آه أن آه الـ الـ أن الحركة العمالية المصرية حركة غير منظمة أنت 90% من الحركات الإضرابية دي بتتم بدون نقابات وبالتالي هي حركة عشوائية الوزير يتحدث على تنظيم الحركة العمالية ويتحدث عن أن الأداء المطلبي للحركة العمالية أداء منظم ولكن أنا قد أختلف مع الوزير قليلا أنا أعتقد أن الوقت وقت مناسب جدا وأنا أعتقد أن هذه المظاهرات هي رد من العمال وبتعكس وعي العمال بالمصالح وقدرتهم على إدارة اقتصادهم وانا اعتقد ان هذه المظاهرات بتفضح كافه المحاولات التي تسعى لعوده النظام السابق في اشكال مختلفه هل صحيح دكتور ان بعض العمال يحصلون على مرتبات لا يعني لا تتجاوز 300 او 400 جنيه مصري لا ده ممكن كمان بعض العمال مرتباتهم لا تتجاوز ال100 جنيه مصري يعني نتكلم عن 20 او 30 أو 20 دولار بالشهر بالظبط بالظبط وفي حين اخرين اخرين من كبار رجال الدوله يحصلون على مرتبات تتجاوز ال 500 الف جنيه مصري نص مليون او او يعني يقتربون من المليون قريبا شهريا مم. هذا هذا ما يسمى بسوء توزيع هذا ما يسمى بالخلل اللي موجود في جهاز الاجور والدخول في مصر واعتقد انه بيعكس ظلم اجتماعي لطبقات اجتماعيه من العمال والفلاحين والموظفين اعتقد ان هذه الطبقات لن تسكت واعتقد ان على الاداره الحاليه ان تفكر جديا في رفع المعاناه واتاحه حياه كريمه فيها عيش وحريه وكرامه انسانيه للمواطن المصري دخل السياحة إلى أي مدى أثر على الاقتصاد المصري ونحن نعرف أن السياحة عصب مهم بالاقتصاد المصري وربما في هذا تكون الحكومة معذورة يعني السياحة تضررت بشكل كبير بفعل الوضع الأمني وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار السياحة تضررت وأنا الدخول من السياحة يعني انخفضت بنسبة تتجاوز ال 30% يعني بنتكلم على نسب من 40 الى 50% وبتكلم ان القطاع السياحي مهم صحيح ولكن الحكومه ما قدرتش تطبق مناهج اداره الازمه ما قدرتش تطرح بدائل ما قدرتش تتعامل مع الاقتصاد المصري بشكل صحيح ويمكن ده نتيجه لان الدكتور حازم الدبلاوي بينتمي الى مدرسه النقديين اللي هي مدرسه شيكاغو اللي بيقودها ميلتون فريدمان المدرسه دي بتتحدث عن دور النقود يعني الببلاوي كان دائما تركيزه على المنطقه النقديه ضخ اموال سعر فايده بيتكلم على الجزء المرتبط بالنقود ولكنه لم يفكر في الجزء الحقيقي في الاقتصاد الخاص باضافه قوى انتاجيه جديده الخاص بفتح فرص عمل جديدة الخاص بفتح مجال للتصدير جديد م. فتح مجالات أخرى للاقتصاد الوطني المصري وخاصة الاقتصاد المصري اقتصاد غني بهذه النقطة تحديدا يعني يكفي. ما الموارد التي يمكن الاستفادة منها يعني عندما نقول أن المطلوب تقليل الانفاق الحكومي وزيادة الموارد موارد الدولة ماذا نعني بذلك يعني للمواطن البسيط أيضا يعني كيف يمكن يعني... له أن يفهم ذلك يعني أنت عندك مجموعة من الإنفاق البزخي موجود داخل القطاع الحكومي مطلوب ترشيده نمرة واحد آه نمرة اثنين مطلوب إن احنا آه يعني نعمل حدود للدخول داخل قطاع الدولة المصرية غير معقول إن يبقى مسؤول في الدولة المصرية مرتبه بيتجاوز النص مليون النص مليون جنيه في الشهر وفي مواطن مصري آخر مرتبه في حدود ال جنيه في الشهر يعني ده, ده يعني دي كارثه على المستوى الاجتماعي واعتقد ان هذا النظام مش موجود حتى في اوروبا حتى في النظام الراسمالي انا اعتقد ان هذه الفروق الضخمه في الاجور والمرتبات هي يعني يعني بتعكس لي مجتمعات العبوديه والسخره ولا تتحدث عن نظام ليبرالي او نظام راسمالي لا بالعكس نحن نتحدث هنا عن فئه من كبار الموظفين يمارسون قهرا واستغلالا على المواطن المصري وينتفخون بمبالغ ضخمه من الدخول مبالغ بتتجاوز هذا مفهوم ربما يكون موجودا الكثير من المجتمعات موارد الدوله ما الذي يجب ان يستغل منها ولا تستغلها الحكومات حتى الان انا بتكلم زي ما قلت لك من شويه انا بتكلم عن حجم المدخرات بتاع المصريين بتتكلم آه، على ان مم. الطاقه الانتاجيه الطاقه الانتاجيه لا انا اتحدث يعني مصانع مثلا 20 او موارد و30 اضافيه ايه؟ اضافيه ايه؟ خلينا نتكلم احنا بنتكلم على حوالي 6000 مصنع ما بين مغلق وبيشتغل بنسبه 20% وبيشتغل بنسبه 30% انت مم. مجرد ما تشغلي ال 6000 مصنع دول ها وتوصلي بالطاقه الانتاجيه بتاعتهم الى 60 او 70% مم. انت كده بتكوني ضاعفتي تقريبا الدخل القومي المصري وبالتالي هنا احنا بنتكلم القضيه ليست اضافه اضافه قوه جديده للاقتصاد الوطني المساله علينا الاول ان احنا نشغل القوى الحاليه اللي موجوده احنّا أنا بقول إن الحكومة السابقة فشلت في تشغيل عجلة الاقتصاد القومي المصري وما قدمتش بدائل وبالتالي هي سقطت لأن الفقراء بدأوا يزدادوا فقراً والأغنياء بدأوا يزدادوا غنى. لست أدري إلى أي حد يمكن أن يطبق هذا يطبق هذا في مصر وحسب بعض المعلومات إنه حتى احتساب الحد الأدنى للأزور تتم وفق آليات بدائية يدوية ليس هناك قواعد بيانات أصلاً لرواتب. العاملين الحكوميين او خارج الحكومه وهذا يعني يصعب لا يعني ده مش, مش صحيح لا ده مش صحيح لا لا لا, لا دا مش صحيح يعني هناك في بيانات عن مرتبات احنا بنتكلم عن مرتبات ما بنتكلمش عن الدخل ايه الرواتب صحيح لو بتتكلمي عن المرتب لا عن, عن الاجر لا. لو بنتكلم صحيح. عن الرواتب الراتب لو بنتكلم على الاجر او لو بنتكلم على الراتب لا الراتب مضبوط ها ويمكن التحكم فيه ويمكن السيطره عليه م. لكن اللي 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 مش ممكن السيطره عليه هي الدخول اللي يعني الحد الاقصى هتحسبيه ازاي وبالتالي ضروري جدا ان احنا نربط الدخول في مصر بالرقم القومي ونطور جهاز الضرائب المصري على فكره احنا لو حتى حبينا نطبق الحد الاقصى للاجور اعتقد هيبقى قدامنا مشكله في هنحسبه ازاي والمشكله الاكبر ربما صحيح صحيح انه المرحله المقبله فيها استحقاقات سياسيه يعني يطرح سؤال كيف يمكن ان يذهب المواطن العادي الى الانتخابات وامعاءه خاويه او امعاء اولاده خاويه اين ذهبت المليارات التي تقدمت بها دول الخليج دكتور نور الم يكن يفترض ان تستغل ربما في بعض الموارد الاقتصاديه احنا حذرنا في البدايه الحكومه حطت برنامج لضخ 30 مليار جنيه مصري لدعم الصناعه المصريه وقالوا ان في 30 مليار كمان بردك لدعم المصانع المصريه وجزء كبير من هذه الاموال من يعني قروض او اعانات اشقائنا في الخليج الامارات والسعوديه والكويت ولكن كنا دائما بنحذر وبنقول بدون تغيير نمط الاداره، بدون تغيير اساليب الانتاج والتشغيل والتسويق ها هتبقى ضخ هذه الاموال هو مكافاه للاداره الفاشله ها اللي سببت وحققت نتائج اقتصاديه تتسم بالخساره واللي انتجت ب 70 مليار جنيه مصري انتاج تام الصنع ومش عارفين يصرفوه وبالتالي ضخ هذه الاموال الخليجيه نعم. الى الاقتصاد المصري دون دون تحديث الرؤيه ودون تحديث الادوات والاساليب وتغيير القياده الحاليه انا احيانا اطلق على القياده الحاليه او الاداره الحاليه للمصانع المصريه انها يعني القيادة عايزه توصل قطاع الصناعه المصري الى مسواه الاخير اما ضربا بالرصاص او نعم بالخصخصه باي طريق لا اما يموتوه لا اما يخصصوه انا اشكرك جزيلا الشكر على هذا الشرح الوافي والمفصل للوضع الاجتماعي والاقتصادي بمصر واللي ادى يعني كان احد اسباب استقاله الحكومه دكتور نور ندى مستشار وزير القوى العامله والهجره ودكتور الاقتصاد في اكاديميه السادات شكرا لك الآن إلى سؤال الاستفتاء لهذا الأسبوع، هل تعتقدون أن ما يجري في أوكرانيا هدفه إضعاف روسيا؟ ننتظر إجاباتكم الأسبوع المقبل، أما سؤال الأسبوع الماضي فكان هل تهاجر إلى بلد أوروبي أو غربي إذا أتيحت لك الفرصة؟ النتيجة ربما ليست متوقعة، نعم، من قالوا بنعم 47%، ومن قالوا بكلا 53%. ما زال هناك أمل لدى الشباب العربي بالمستقبل. ببلدانهم وهذا شيء ايجابي. يوليا تيموشينكو المراه القويه في اوكرانيا من يدعمها وهل تصبح رئيسه البلاد؟ بكم من جديد إلى العد العكسي في وقت تواصل فيه تونس المضية بخطى متأنية بهدف إتمام العملية الانتقالية وصولا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبالرغم من عدم جهوزية القانون الانتخابي لغاية الآن وعدم تحديد موعد للانتخابات أعلنت رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء آمنة منصور الجروي الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة لتكون بذلك أول امرأة في تاريخ تونس تقرر المنافسه على منصب الرئاسه تقول السيده امنه منصور انها قادره على تحقيق الاضافه في العديد من المجالات وان ترشحها يندرج في سياق تعزيز حضور المراه في مواقع القرار والمسؤوليه علما ان الدستور الجديد الذي اقر مؤخرا ساوى بين الرجل والمراه بما يسمح لها الترشح لجميع مناصب الدوله وحزب الحركه الديمقراطيه للاصلاح والبناء من الاحزاب الليبراليه التقدميه التي ظهر بعد الثورة لكن ليس له اي ممثل في المجلس التأسيسي علام اذا استندت السيدة امنه في ترشحها ما مدي فرصها في النجاح وما هو برنامجها واولوياتها نطرح هذه الأسئلة وغيرها على السيدة أمينة منصور الجروي رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء أهلا بك سيدة أمينة على شاشة الميادين مباشرة سأبدأ معك برجاء منك أن تعرفي المشاهد أكثر عن آمنة منصور الجراوي ولماذا قررت ترشح للانتخابات شكراً ومرحباً بمشاهدين قناة الميادين السيدة آمنة منصور القروي تونسية الجنسية أمينة عامة ورئيسة الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء حياتي الشخصية أني أم لثلاثة أطفال متكونة في التصرف والاقتصاد أعمل إمرأة أعمال في ميادين مختلفة تعليمية فلاحية وغير ذلك أهم شيء بالنسبة لي اللي خلاني أتواصل بأن أترشح هو مبدئيا الترشح مبدئيا لأنك أجبت سيدتي أن المجال الانتخابات الانتخابات لم تحضر الى يومنا هذا قانون الانتخابات لم يتواصل الى يومنا هذا كانت الترشح مبدئي لان وضع البلاد في تونس كان يخلي ان المراه التونسيه تكون متواجده في كل المجالات لكن بعد الثوره اللي طمحت المراه التونسيه لم نجده في المكان المناسب في مواقع القرار لهذه الأسباب وأسباب عدة اللي خليت المرأة التونسية وأنا كامرأة تونسية وحق أتواجد بإذن الله في مواقع القرار وفي أعلى سلطة حتى نمكن لكل التونسيات ولكل العربيات بأن السياسة ويكونوا متواجدين في المجال السياسي بإذن الله وما يكونش فما خوف من السياسة لا <applause> التواجد المكان السياسي ربما شيء والترشح للرئاسه يعني اعلى منصب في البلاد شيء جديد وشيء اخر وهذا ربما يتطلب الى الكثير من الجراه والشجاعه علما اننا نعرف يعني تونس ما قبل الثوره ومدى الانفتاح الذي كانت تعيشه حتى وضع المراه مقارنه بالدول العربيه المجله الشخصيه للمراه وكم اعطتها يعني هامش حريه كبير سواء بالحياه الاجتماعيه أو السياسية ولكن الجديد اليوم أنك أول امرأة في تاريخ تونس تترشحين لانتخابات الرئاسة وهذا ما نناقشه اليوم بالنسبه للانتخابات الرئاسيه هو ورينا اللي بعد الثوره الشيء اللي يلفت انتباهنا كانت الثوره قائمه على الكرامه وعلى التشغيل وعلى العدل وكل من الاشياء اللي تمست في في المجالات هذه هي المراه حسينا ولقينا اللي الى يومنا هذا بعد ثلاث سنوات كان فما مشاكل في البرامج اللي هي كانت مطروحه من كل الحكومات اللي تاليت بعد الثوره. ما حتى النتيجة لا في التعليم، لا في الثقافة، لا في علاقاتنا الدبلوماسية، لا في برامج مختلفة، لا في الاقتصاد، الامن كيفاش وصلنا إلى الإرهاب إلى يومنا هذا، حسينا اللي الوضع البلاد يلزم يكون فيه روح جديدة، شيء جديد، جديد اللي مش يكون في البلاد ببرامج معناها ثابتة وبرامج قوية وترجع الدولة قوية وترجع التعامل، نعاوده فما تعامل مع النخبة والخبرات اللي هي متواجدة في مع في الشعب التونسي رجعوا فما فما كفاءات متواجده في كل المجالات نعطي نظره جديده للرئاسة الجمهوريه الثانيه م. حبينا ندعم وجود الشباب في كل في كل الميادين نوصلوا المراه اللي هي يلزمها تكون متواجده في المرحله القادمه خاصه اللي لقيناها رفضت هي وغيرها من المجالات نعم. اللي وصلتنا الى يومنا هذا الى الارهاب والى برامج مختلفه هذا اللي خلينا من حبنا للوطن من الاستحقاقات الوطنيه اللي هي طلبتنا من البرامج اللي احنا مش نقترحوها في الابان وقت وقت اللي تتواصل قانون الانتخابي باش تكون الدعم التونسي والدعم الثوره اللي هي قامت عليه اللي قامت وقام بها الشباب التونسي والمراه والشعب التونسي بصفه عامه هذا اللي خلينا حاليا نتواجد وندافعوا على برامج ورؤيه واضحة للوضع القادم لتونس طيب. أنت اختصرت بكلامك هذا البرنامج أو الأولويات بالنسبة إليك للمرحلة المقبلة أو في حال نجاحك بالانتخابات علما أن هناك يعني كثيرين ربما لا يعولون كثيرا على نجاح شخص بحزب ليس له ممثلون داخل المجلس التأسيسي كيف يمكن لك أن تفسري لنا هذه النقطة سيدة آمنة لماذا لم يكن هناك تحالفات مع الحزب اللي بتنتمي حضرتك له هو حزب الحركه الديمقراطيه للاصلاح والبناء وعدم وجود ممثلين له في المجلس التاسيسي بالنسبة لعدم وجود الممثلين في مجلس التأسيسي احنا التأشيرة كانت يوم 3 ماي 2011 واحنا بالنسبة لي انا كمن كم عائلة مناضلة في تونس كنا نعرف المكان متاعنا وما حبيناش ندخلوا في المتاهات هذه ما هيش الفرصة انها نتواصلوا في الانتخابات الاولى حبينا ان نكونوا ميدانيين كنا نوصلوا للشعب كنا نتعاملوا مع الشعب وكنا عنا المشاكل اللي هي مطروحه حاليا في المجالات الكل، تواصلنا لمده ثلاثه سنوات وكنا نتعاملوا حتى مع الاحزاب الاحزاب اللي هي المتواجده واللي ممثله في المجلس التاسيسي، وكان كان تعامل معنا وفاقي مع كل الاحزاب، كنا كنا بالعكس كنا بنائين، كنا نقدموا في برامج، كنا نقدموا في مقترحات، وكنا في بعض الحالات حتى المقترحات متاعنا ياخذوها بعين الاعتبار المسؤولين. م. لماذا ترشحنا؟ احنا احنا وشنو حظوظنا؟ احنا حظوظنا باذن الله مش تكون وافره، احنا بصدق احنا احنا جايين نخدمه وخاصة بالنسبة للترشح الرئاسي بكل مصداقية، اه بالنسبة للمنافسين واللي هما إن شاء الله مش يتقدموا في المرحلة القادمة، احنا نقولها احنا هما تواجدوا برشا في الإعلام كان فما برشا تشنج كان فما برامج مختلفة نعم خدموا قبل في العالم. السابق فما منهم اللي خدم كانت فما رؤيه ماهيش واضحه بالنسبه للتونسي اللي بعد الثوره ينتظر في برنامج اخر في رؤيه واضحه في مناخ جديد احنا كحركه وكمرشحه للرئاسه بالطبع مش تكون نظره جديده للتوانسه ومع طب أحنا لي هنا تسمحي لي لو سمحتي سيدة آمنة أن نتوجه مباشرة للشارع التونسي ماذا يقول عنك شخصيا ربما هناك من يجهل سيدة آمنة منصور القروي وماذا يقول بالنسبة لترشح امرأة لمنصب الرئاسة ثم نعود للنقاش لو سمحتي كاسم آمنة منصور معناه ما نعرفوش نرشحها هي معناها. اما كمبدا معناها انا يعني مع مبدا المراه باش ترشح للدستور معناها ما دام الدستور يكفل لها معناها من حقها باش ترشح ما فماش حتى مشكل. والله علاش ليه معناتها المراه ناجحه حتى في تونس في المي في الميادين الكل و انا موافقه معناتها كان فما مراه باش ترشح يعني تكون تكون حاجه معناتها جديده علينا نحن. هي ولا غيرها باش يترشح اون فان كونت اللي باش يرضوا عليه اليهود. والبرنامج الصهيوني باش يشد تو سامبلومون ما نقبلش تكون رئيس ما جيش في البلاد تونس تكون رئيس امراه إي إذا تبدا امراه مثقفه وعندها كما يقولوها معناتها الاسبقيه في عمرها به و اذا كان معليش ليه انا ضد المراه تشد رئيسه قطر المسؤوليه نتاع الرئاسه يلزمها برشا مجهود وبرشا سفر وبرشا من مسؤوليه كبيره بالنسبه للمراه ولما لا ندعم ترشح امراه في منصب رئاسه الجمهوريه كي تتوفر فيها شروط مثل الكفاءه ومثل الاستقلاليه وفي تونس عندنا نساء تبارك الله عليهم معناها يعني في مجالات الكل إذا كما هي الحال بكل الأمور ليس هناك إجماع بالتأكيد على يعني شخص المرأة أن تترشح للرئاسة ولكن هناك من يؤيد هذا في الشارع التونسي سيدة أمينة لماذا تحدثت قبل قليل عن الانتخابات وقلنا أنه لم يتم تحديد موعد بعد للانتخابات الرئاسية أولا لماذا هذا التأخير برأيك؟ ثانيا هل تعتقدين أنها ستجري متزامنة رئاسية وبرلمانية أم أن الأفضل أفضل تجري منفصلة يعني الرئاسية لوحدها والبرلمانية يعني بوقت آخر. بالنسبه للاراء اللي سمعناها حاليا بالطبع احنا احنا يلزمنا نتوافقوا مع الاراء الكل ويلزمنا نايدوا الاراء الكل وهذه هي معناها الديمقراطيه يلزمنا نتعلموا الحوار ونتعلموا كيفاش انها نتعاملوا مع الناس باختلاف ارائهم ونحاولوا نقنعوا الناس بقناعات معينه ببرامج وبرؤيه اهم شيء بالنسبه لنا اللي باش يوصلنا واحنا باذن الله معملين على المراه التونسيه كما سمعت انت في اخر اللقاءات اللي اتصلت بهم حاليا أن المراه التونسيه مدعمه الشباب في بعض ببعض الشخصيات زاد المعينه انها اهم شيء بالنسبه لهم البرنامج والعمل والكفاح والنضال والمصداقيه في العمل ان شاء الله نكونوا احنا في المستوى هذا رغم اللي هو تحدي ومتاكدين منه وان شاء الله نتواجدوا وان شاء الله نكونوا صادقين مع الشعب التونسي ومع ومع خاصه الناس اللي يعطيوا فينا ثقه بالنسبه لنا بالنسبه للقانون الانتخابات احنا ننتظروا انه ان شاء الله في اخر مارس مش يكون ان شاء الله يعلنوا عليه، صار التاخير هذا لمشاكل اللي صايره في البلاد، انتم تعرفوا اللي الارهاب حاليا معناها وضع حساس في البلاد، صحيح. في تونس، اللي, خلي... اللي خلينا اللي خلانا وصلنا للنتيجه هذه، مشاكل معناها مختلفه اللي خلت المجلس التاسيسي يتحاور في بعض المشاكل والمشاغل الاخرى اللي هي كانت بالطبع عندها اهميه كما اهميه معناها القانون الانتخابي لكن إن شاء الله بإذن الله مع تحول اللي هو صار حاليا وبعد الحوار الوطني اللي وصلنا له والحكومة الجديدة اللي هي قاعدة تقدم في برامج معناها واضحة وإن شاء الله تكون فما رؤية واضحة وتكون نتيجة لمستقبل تونس إن شاء الله بإذن الله مش يكون معناها في أقرب الأجال هل تفضلين فصل الانتخابات؟ سيدة آمنة هل تفضلين أن تكون منفصلة؟ نتمنى أنها بالعكس تكون معناها التشريعية والرئاسية تتماشى مع بعضها يكون هذاك معناها فيه إفادة أكثر وكانت عنا تجربة في هذا قبل وإن شاء الله نتواصل بطريقة أن ما تكونش منفصلة. فصلة وتكون متساوية مع بعضها وتمشي بطريقة في مجال واحد طيب هناك اليوم أيضا جدل بالشارع التونسي كما تعرفين سيدة آمنة حول إمكانية ترشح الرئيس التونسي سيد المنصف المرزوقي أنه ومطالبات له بالاستقالة من منصبه قبل أن يعلن ترشحه للانتخابات هل أنت يعني مع هذه المطالبات؟ انا الحقيقه بالنسبه للاستقاله للسيد المرزوقي او للسيد مصطفى بن جعفر احنا بالنسبه لنا اهم شيء هو تكافؤ الفرص بالنسبه للمترشحين الكل اذا كان فما تكافؤ في الفرص بالنسبه للمترشحين الكل احنا نتمشى معاه واهم شيء بالنسبه لنا هي التنشئه التنشئه الاجتماعيه شو معناها التنشئه الاجتماعيه هو العدل واذا كان احنا قدمنا للعدل واذا كان يكونوا هما متواجدين حاليا في الحكومه في في الدوله وفي زوز مؤسسات اللي هي مهمه حاليا في تونس ورنا اللي مؤسسه الحكومه انها ممنوع عليها باش تترشح راهو اللي يلزم فما معناها تكافؤ في الفرص ويكون فما عدل باش يكونوا الناس الكل معناها على فرد مستوى من العمل باذن الله باش ما يكونش فما شكون اللي هو يوصل اكثر من الاخر او لكن يعني لا حاجه عارف لان عارف يستقيل يرعوه. واصلا ليس هناك في الدستور ما ينص على ذلك حسب علمنا لا حاجه لان يستقيل برايك من الم المنصب ليترشح لرئاسة الجمهورية بتبيع بالطبع لحاجة الى ثقيل اذا كان يخلي زاده ويتواصل مع رئيس الحكومه انه يقدر يقدر في المرحله القادمه زاده يترشح اما نمنع نمنع رئيس الحكومه بعدم الترشح ويواصلوا متواجدين في 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 مؤسسات في صلب الدوله ويترشحوا يولي وقتها ما فماش تكافؤ الحقيقه للمترشحين نحن نتمنى لك توفيق سيدة آمنة في شكرا هذا المسعى شكرا الأسبوع شكرا المقبل ربما كان أفضل أن تكوني معنا بيوم المرأة العالمي نحييك بهذا اليوم ونبارك لك أيضا شكرا جزيلا لك سيدة آمنة منصور القروي رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء حدثتنا من تونس شكرا إلى مشاركات أخرى على الفيسبوك ثم نعود ماذا يجري داخل سجن رومي نحاول معرفه ذلك بعد الفاصل